حسان. اول حاجه كنبغي نقول لكم اللقب هذا عشناه، ما عادش غنقول لك، كنا عايشين في واحد لو ستريس، كنا عايشين في واحد الضغط اللي هو كبير، والحلال صعيب، ساهل باش تهز بنت وتمشي ديها ودير معاها بزاف د الحوايج ولكن في الحرام، ولكن صعيب باش تزوج بواحد البنت وتمشي تخطبها من دارهم وتمشي تاخذها من دارهم وتزوج بها وتركب لها الخاتم. هذا هو ما بالحلال، حنا حسينا بالحلال الحمد لله وجبناها وضربنا عليها، برافو لدى الرجال وبرافو للجمهور والحمد لله وديما عسكر عسكر. هذا احساس كبير اخويا، احسن احساس يا انا تفرح الجمعيه العسكريه الحمد لله، ربي ما خيبناش تكون جميع اللاعبين. تا الحمد لله كاع المغرب راه شاف بان فريق الجيش الملكي هذا العام كان التركيز ديالو البطوله الوطنيه، وربي ما خيبناش الحمد لله، والكل كان عازم باش يفوز بهذا اللقب. يمكنش لي نقول لك انني متوقع، ولكن انا جاي نلعب على شامبيونه، يعني لما كنت غادي نجي واننا عارف راسي غادي نفوز، ما يمكن كاع ما نلعب على هذه البطوله. فريق الجيش الملكي دار الالقاب، احنا اول فريق توج قاريا، يعني كانت كبوه جواد كما تيقولوا، الحمد لله رجعنا للمكانه ديالنا. سي فري الفرحه فرحه حيت لقيتها ديال الفرحه من الجيش الملكي، راه غنيه على التعريف، دار الالقاب. لعبوا معنا النيد النيد، المدرب ديالهم في الماتش المحمديه قال لهم غادي نلعبوا معاهم النيد النيد، راك شتي النيد النيد راه شو قصاش ماركينا، اللهم لك الحمد، يعني ربي ما خيبناش.